تدخلي لنا على 9 بآب ولا رجع الصيام كيفاش يصيحوا الصيام قبل 9 بآب؟ جمعة نيزان بتموز كيف؟ كيفاش يصيحوا له؟ يصوموا يصوموا وشعت شحرام شحلال شا تعملوا؟ يصوموا بلو مش كلهم الكبار تشيشة يصوموا أكثر أولا أنا كنت نصوم مش كلي كنت نخلي شيء يصوموا ويعملوا كنا نعملوا حلالهم حلال هذاك في الجيم في الجيم أي كنتوا تصيحوا له جيم صغير ولا الأول ولا لا جيم جين واحد أبل قبل بجمعة يصوموا خو جين خو جين واحد اي شو هذا حلالم؟ حلالم زي ناخدو شوية قمح نحطو له شوية سميد ونعجنو قطيرة زيت ونعجنو كمليح ونعملو حدات شوية ديتين كامل شيحوهم وبعداش نهار الجين حتى تحل الواحد السكين مش يعملوا في الصباح حرام بعد لولا حريش تايم بعد اثنين يحل السكين ويعملوا الحلال يطيبوا ياخذوا الحلال يطيبوا بالطماطم وبصلة وشوية ثوم هريسة وبنة وياخذوا حمص وفول فابيتا فول مقصر سايح وحمص وعدس ويطيبهم في طاجين في الماء يطيبهم منيح ساعي نفخهم في الليل وهذا باش يطيبهم ويصبهم على الحلال ويخلطهم مع الحلال منين ياسر وقبل 9 بآب يقولوا ما تخرجوش برا ايه تم انا ما يخرجوش برا دفكة امي كانت تاخذ الغربال وتاخذ العجين وتمشي عند صحابها وتقعد تعمل احلال معاهم تما الناس يقولوا لاش ما يخرجوش برا يقولوا لي ثقيله كي يطلعوا للبيت للجبانه حشان محل